السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بحضراتكم جميعا متابعينا الكرام. هنتكلم عن حاجة مهمة جدا جدا لكل الناس اللي بتعاني من كسر، وكل الناس اللي عندها مشاكل في التئام العظام بصفة عامة، والناس اللي عندها شاشة عظام والكلام ده كله. سؤال مهم جدا، هل العظم فعلا في نباتات معينة وفي أكل معين وفي حاجات معينة ممكن تسرع نمو العظم؟ والدليل الإجابة في حاجات بتساعد على تسريع نمو العظم وتسريع التئام العظم وتسريع عملية الهيلينج بصفة عامة للعظم. بس طبعا عشان احنا نفهم الكلام ده يعني محتاج ان انت تفهم ايه المعادن اللي موجودة في جسمك اللي العظم عايزها علشان يلتئم بشكل صحيح. العظم يا جماعة عايز حاجتين اساسيين، عايز حاجة اسمها فيتامين دي، وعايز حاجة اسمها كالسيوم. الكالسيوم هو اللي العظم عايزه، وظيفة فيتامين دي ان هو يسهل امتصاص الكالسيوم، انواع معينة يعني من فيتامين دي. لو الكالسيوم موجود وفيتامين دي مش موجود، العظم مش هيكون كويس. لو فيتامين دي موجود والكالسيوم مش موجود، مش هيبني العظم نفسه. العظم محتاج يا جماعة بروتينات، لان هو بيتكون من الياف اسمها كولاجين، نوع من انواع الخيوط كده موجودة، دي محتاجة بروتينات معينة. العظم يا جماعة العظم ده احنا قلنا بيتكون من ايه؟ مينرالز، معادن كتيرة جدا، اشهرهم الكالسيوم والفوسفور والفوسفيت والبوتاسيوم. العظم يا جماعة محتاج حاجة اسمها املاح معدنية، مينرالز معينة، زي مثلا فيتامين كي، مهم جدا 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 بالنسبة للعظم. محتاج البوتاسيوم، محتاج فيتامين A، محتاج فيتامين C، محتاج فيتامينات كتيرة جدا علشان تساعد على العمليات الحيوية بتاعته. هي يا جماعة الفيتامينات والأكل مش مثلا هتاخدها النهاردة بكرة العظمة خفت، ولا حتى بعد شهر، لا، دي اسمها عمليات حيوية. يعني جسمك عامل بالظبط زي واحد بيبني مصنع، والمصنع فيه عمال، هل بيطلعوا الانتاجات كلها في يوم واحد، ولا لازم انا على مدار ايام 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 لحد في الاخر ما يدي الشكل الحقيقي؟ فبالتالي العظم عامل زي مصنع، محتاج طوب ورمل ومحتاج كذا، العظم عامل زي المصنع، محتاج حاجات كتير جدا عشان يشتغل وينتج بشكل صحيح. فلازم المعادن والمكملات الغذائية، واهم حاجتين قلنا في العظم فيتامين دي والكالسيوم والكربوهيدرات وبروتينات معينة، لازم كلها تكون موجودة علشان تساعد على امتصاص الكالسيوم وتساعد على تحسين كفاءة العظم، ويبدأ العظم ان هو ينتج ويسرع عمليات التئام العظم. طيب احنا موضوعنا النهاردة بقى عن حب الرشاد، من انواع الحبوب او البذور، هو اسمه حب الرشاد. حب الرشاد ده يا جماعة وفوائده كتيرة جدا، بس بالنسبة لنا احنا في موضوع التئام العظم هو مهم، بيساعد بشكل كبير على تحسين التئام العظم دونا عن غيره من الحاجات التانية. ليه بقى؟ لان هو حب الرشاد بيحتوي على حاجة اسمها غني جدا بفيتامين كي. فيتامين كي ده بيساعد في انزيم معين موجود في العظم اسمه اوستيو كالسيون، ده بيساعد بشكل كبير جدا على ان هو يحسنه، بيساعد بشكل كبير جدا على ان هو يحسنه، فلما يحسنه هيبدا ان هو يبني العظم بشكل كويس. فحب الرشاط من النباتات اللي انا برشحها دايما اللي عندهم مشكله كسور العظم او اللي عندهم هشاشه العظام. بيتاخد ازاي؟ يفضل طبعا ان انت تجيب كوبايه لبن تحط فيها بما يعادل 30 جرام من حب الرشاط. تاخد واحده الصبح وتاخد واحده بالليل، تاخد كوبايه الصبح وتاخد كوبايه بالليل. اهم حاجه نحذر ان احنا نكتر من حب الرشاد، لانه هيعكس التاثير بتاعنا. تدوب حب الرشاد في الكوبايه اللبن وتبدا ان انت تشربها، التاثير بتاعها مع اللبن هيكون كويس جدا. فده بالنسبه لحب الرشاد. تاني حاجه مهمه جدا بالنسبه لتقويه العظم، احنا قلنا العظم عايز حاجتين مهمين، ايه هما؟ كالسيوم وفيتامين دي. الكالسيوم علشان تاخده صح، طبعا انت كده كده هتاخد ادويه فيها الكالسيوم وادويه فيها الفيتامين دي، لان مستحيل بني ادم هيقدر ان هو ياخدهم من الاكل بالكامل، هيصرف كتير جدا على الاكل عشان يقدر يجيب نفس الكميه اللي هتاخدها من الحبوب. ايه الكالسيوم؟ الكالسيوم موجود فين بالظبط؟ طبعا مصنع الكالسيوم الاساسي هو اللبن. اللبن من الحاجات المهمه جدا اللي بتدي كالسيوم. الجبن بكل انواعه، الجبن الشيدر والجبنه بخيرها وجميع انواع الجبن اللي ممكن ان احنا نعرفها بتدي الكالسيوم، وطبعا بيدوب بكميات متفاوته. يعني اغلى جبنه اكيد بتدي اكتر نوع من انواع الكالسيوم، وارخص جبنه اكيد بتدي شويه من اقل الانواع من اقل كميات من الكالسيوم. بالنسبه لفيتامين دي،
فيتامين دي من اهم مصادره هو البيض. البيض مهم جدا، والاسماك. والاسماك يا جماعه غنيه بحاجه اسمها الاوميجا 3. دي الاوميجا 3 ليها مشتقات كيميائيه كتيره جدا بتساعد على سرعه امتصاص الكالسيوم بالنسبه للعظم. اهم ثلاث انواع عندي في السمك هو سمك التونه وسمك السردين وسمك السلمون. الثلاثه دول مهمين جدا 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 لان هم بيحتووا على فيتامين دي بكميات كبيره، فدول اللي هتقدر تاخد منهم المشتقات بتوع فيتامين دي. ده كده بالنسبه للفيتامينات المهمه. طيب ندخل بعد كده عامل كمان، احنا قلنا كده بالنسبه لفيتامين دي والكالسيوم، وقلنا الاكل المهم بالنسبه الحاجات المهمه بالنسبه له. طيب في املاح معدنيه تانيه بتشارك في الموضوع ده؟ طبعا طبعا طبعا. فيتامين سي مهم جدا جدا جدا، ان هو بيساعد في بناء العمليه الحيويه لتكوين العظم. ناخده منين فيتامين سي؟ على عصائر الليمون. ناخد عصائر الليمون وعصائر البرتقال، مهمه جدا 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 وكويسه جدا جدا جدا. طيب ممكن انا اكون باخد الحاجات دي كلها وفي نفس الوقت مش لاقي نتيجه، او يبقى اتاكد ان انت بتاكل حاجه تانية بتعكس التاثير بتاع الحاجات دي. يعني احنا قلنا دلوقتي ان اهم حاجه الكالسيوم يدخل جوه العظم، صح؟ في بقى نوع معين من انواع الفيتامينات اسمه فيتامين A. الفيتامين ده حلو كويس، ولكن طول ما هو قليل، لو الفيتامين ده بيكون موجود في السبانخ، وبيكون موجود اكتر في السبانخ، لو الفيتامين ده كتر بنسبه كبيره عن الطبيعيه هيمنع امتصاص الكالسيوم، فاللي انت بتاخده من هنا بتضيعه من هنا. وعلشان كده بنقول لك بالنسبه للنظام الصحي الغذائي هو نظام معين، مش هاكل ده وهاكل ده، لا 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 لا، انت ليك حاجات معينه هتاكلها الموضوع هيكون الموضوع فعلا هتشوف التحسن، فعلا هتشوف التحسن بعينيك. وده دايما السبب لفشل معظم الانظمه الغذائيه مع معظم الناس اللي عندهم كسر. الناس اللي عندهم كسر دايما بتميزوا بقله الشهيه. طبعا الكلام ده ما ينفعش خالص، ما ينفعش. اللحمه مهمه جدا، الفراخ مهمه جدا 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 جدا. قلنا العظم جواه بروتين اسمه كولاجين، محتاج الانواع دي، محتاج البروتين الحيواني. محدش يقول لي انا بعتمد على البروتين النباتي، ده كلام ما ينفعش، ده كلام ما ينفعش، ما بيجيبش حاجه على المدى الطويل، ما بيجيبش حاجه. ولما عملوا ابحاث على الناس اللي بتاكل البروتين الحيواني والناس اللي هم اللي بتاكل البروتين التاني، لقيوا ان معدل الكسر بتاع الحوض كان اكتر عند الناس اللي بتاكل البروتين النباتي، لان البروتين الحيواني فيه حاجات معينه مش موجوده في البروتين النباتي، فده مهم جدا لبناء الجسم. الجسم كله يا جماعه بيتعامل ككتله واحده. فاحنا زي ما قلنا النصائح اللي احنا بنقولها حب رشاد، ان احنا العصائر يعني كل يوم مش اقل من كوبايتين لبن فيهم حب رشاد، كوبايه عصير ليمون او عصير برتقال، الجبنه الصبح مهمه جدا جدا جدا، السمك لازم يكون في الوجبه الغذائيه، السمك لازم، السمك او البروتين الحيواني اللي احنا بنتكلم عليه. والسلام عليكم ورحمه الله.